ممكن تقول لي ليش انت مش ناسخ الدرس؟ انا لما انا اقول لك تنسخ درس يعني لازم تنسخ كلمه بتصيرش كلمتين، انا مش رجل كرسي قاعد بالصف هون. ممكن تقول لي حضره جنابه ليش مش ناسخ الدرس؟ يعني يا استاذ انا ما اقتنعتش بقراءته. ما اقتنعتش في اللي قراته؟ مش مقتنع يا حبيبي. وممكن تقول لي حضره جنابك، حضره جناب اليوز باشي، ممكن تقول لي ليش مش مقتنع في اللي قراته؟ يعني انا يا استاذ شايف اللي انكتب بالكتاب مش حقيقه. وكيف كيف مش حقيقه؟ لانه يا استاذ الكتاب يحكي ان احنا عايشين في بلد غني، بس احنا يا استاذ دارنا من طوب، وملابسي وشنطتي ومقلمتي ودفاتر وكتبي من الجمعيات الخيرية يا أستاذ. لأنه يا أستاذ الكتاب يحكي إن إحنا بلد بترول وغاز، بس إحنا يا أستاذ ما فيش عندنا غاز بالدار، وإنه تطبخ على الحطب. ولأن الكتاب يحكي يا أستاذ إن إحنا بلد مش سايين في حقوق الواجبات، بس أنا مخدتش حقي كإنسان أو مواطن، عشان هيك يا أستاذ ما كتبتش واجبي. أنا محبش أكذب حالي عشان ما اقتنعتش باللي قرأته. بس يا عبي، بس يا عبي، بس يا عبي، بالفعل يا عمي إن أنا كنت قاسي معك. أبكيتني يا عبي، قطعت قلبي يا عبي، بس حقك علي يا عبي. بالفعل يا عبي ده مش كل شيء بالقرأ او بالكتب حقيقة. بالفعل ده مش سهل انك تكتب وانك تحكي. بالفعل ابكيتني يا تلميذي، ابكيتني، قطعت قلبي يا عبي. بالفعل ده الله يكون بعون الناس، مش كل شيء بنقرأ وبنكتبه حقيقة. ياما شغلات بتنكتب بالكتب والروايات ما لها علاقة بأرض الواقع. خلاص يا عبي، خلاص يا عبي، بشأن الله خلاص، خلاص يا عبي، خلاص يا عبي، حقك علي أنا يا عبي. أنا يا عبي كنت قاسي معاك، سامحني يا عبي، أنا كنت قاسي معاك، والله كنت قاسي معاك، حقك علي.